ده ايدي بطل فيلمنا النهارده اما دي فبتكون غيت وفيلمنا بيبدا وهو في اجتماع وباين عليه متضايق وزعلان وكل الناس اللي حواليه عماله بتتخانق وده بيخليه يسيب المكان ويبعد عنهم وبيروح يركب عربيته ومش عايز حد يكون معاه وبعدها بيوصل لفرح حبيبته اللي سابته وبتتجوز واحد غيره وعمال بيبص لها وصعبانه نفسه عليه وقتها بيرجع لعربيته وبيحط المفتاح وتليفونه المحمول عليها وبيفضل ماشي وما بيكونش عارف هو رايح فين وحاسس انه تايه ومش قادر يستوعب كل اللي بيحصل حواليه لحد ما بيلاقي نفسه وصل لمحطة القطر ولما بيشوفه ماشي قدامه بيقرر يروح يركبه وساعتها بتظهر لنا غيت والناس بيساعدوها وبيدخلوها العربية في اللحظة الأخيرة وبتروح تلاقي جديدة قاعد مكانها وبتخليه يسيبه وفي الوقت ده بيكون سرحان ومش مركز معاها وهي بتفضل تكلمه وبنشوفها رغاية جدا ومش عايزة تفصل فبيزهق منها وبيسيبها لوحدها وبيفتح باب القطر وبيكون واقف وعنده رغبة كبيرة في الانتحار لكن غيد بتنادي عليه وبتحذره يخلي باله علشان ما يموتش وبعدها بتساله مالك وايه مشكلتك وعماله بتتكلم كتير فبيقول لها انتي مشكلتي ويا ريت تسكتي ومش عايزه اسمع صوتك وبعدها بيغلط فيها ولما بيتاسف على كلامه بتقوله مش زعلانه منك لانها بتحب واحد وهتهرب معاه علشان تتجوزه من غير ما اهلها يعرفوا وبعدها بتنام وبنشوفها بتكلم نفسها ولما بتصحى بتلاقي ايديتها مش موجود وبيتضح انه نزل من القطر وهي عماله بتنادي عليه وبتقرر تروح له علشان تقنعه يرجع لكن ما بيسمعش كلامها ولما بتحاول تلحق القطر للاسف بتقع على الارض وفي نهايه الامر بيمشي من غير ما تركبه وساعتها بترجع لإيديتا وبتفضل تزعق له لأنه السبب في كل حاجه وبتقول له لازم تصلح غلطتك وتوصلني للقطر تاني فبيروح يركبها تاكسي علشان يلحقوه في المحطه اللي بعدها والسواق بيكون ماشي براحته وهيوصلهم السنه الجايه فبيضطر ايديتا ياخد مكانه وبيسوق بسرعه جنونيه لحد ما بيقدر يوصلها في الميعاد المطلوب وبيلاقوا القطر موجود في المحطه فبيقول تركب ومش عايز يشوف وشها تاني فبتروح تشتري ازازه ميه وعماله بتتخانق مع البياع علشان سعرها غالي وبتتفاجئ ان القطر بيتحرك وهي ما كانتش واخده بالها وكالعاده بتفضل تجري وراه لكن بيفوتها للمره الثانيه وساعتها بتلاقي نفسها في كارثه ومش عارفه تتصرف ازاي فبتروح لمدير المحطه وبتلاقيه عمال بيعاكس فيها فبتقرر تهزأه وبترفض كلامه ولما بتخرج من عنده البياعين بيفضلوا يضايقوها وكله عايز يستغلها فبتطلع بره المحطه وبتشوف بنات واقفه فبتروح تنضم ليه Boom. لكن بتعرف انهم بنات ليل وهي موجودة في المكان الغلط وفي واحد بيطاردها وبيحاول يقرب منها لحد ما بتلاقي ديتا ماشي قدامها واول ما بتشوفه بتحضنه وبتكون فرحانة وبيعرف انها فوتت القطر تاني وبيكون مستغرب وساعتها هم الاتنين بيتعرفوا على بعض وبيكونوا اصدقاء وبتقول له انت السبب في كل مشاكلي وكالعاده عماله ترغي وهو مش عارف ازاي يتخلص منها وبيروحوا الفندق مشبوه وبيأجر الغرفه بالساعه وهما ما بيكونوش عارفين ولما بيطلعوا الاوضه بتفضل تتكلم معاه وبتقول له ما تفكر فيا لانها بتحب واحد تاني فبيضطر يطلع لها صوره حبيبته اللي سابته وبيحكي لها انها اتجوزت وبعدت عنه فبتخليه يولع في صورتها علشان يستريح منها ويقدر ينساها ويطلع الطاقه السلبيه اللي جواه ووقتها صاحب الفندق بيقول لهم اهربوا لان الشرطه هجمت المكان وكلهم بيطلعوا يجروا علشان محدش يقبض عليهم وساعتها بيركبوا الاتوبيس ويديتا بيلاحظ انها بنت مجنونه وواخده الدنيا ببساطه وعايزه تعيش حياتها بالطريقه اللي تعجبها وتاني يوم بيكونوا في الطريق للقريه بتاعتها ومع الوقت بيقرب قربوا لبعض جدا وهما الاتنين بيتعاملوا بتلقائيه وبعدها بيقول لها انا اديتا ابن رجل الاعمال كشاب وهي بتكون متفاجئه جدا ومش قادره تصدق نفسها وبتقول له انت اللي امك سابت ابوك وهربت مع راجل تاني فبيتضايق جدا وبيقول لها للاسف كلامك صح وهي دمرت سمعتنا وخلت شكلي وحش قدام كل الناس فبتحاول تهديه وبتقول له انها ما لما حبت واختارت الانسان اللي هي عايزاه فبيطلب منها تسكت لانها مش فاهمه حاجه ولما بيجي الليل بيوصلها للبيت بتاعها واول ما جدها بيشوفها بيسالها مين الشاب اللي معاكي فبتعرفه عليه وبتقول له هو الوحيد اللي وقف جنبي لما القطر فاتني رضيش يسيبني لحد ما جابني عندكم وجدها بيكون شاكك ان في علاقه بينهم هما الاتنين ومع ذلك بيشكر ايديتا وبيطلب يعيش معاهم في البيت لمده اسبوع وتاني يوم بتقابله وبتعرفه انها في مشكله كبيره جدا وهي ان اهلها عايزين يجوزوها لواحد اسمه منجت وكان صديقها من ايام الطفوله والعيلتين يعرفوا بعض من زمان وبتقرر انها تهرب وتسيب البيت قبل ما يحصل الجواز فبيعترض على كلامها وبيحذرها تعمل كده لكن هي بتكون مصممه وبعدها منجب واهله بيوصلوا البيت وبنلاقيها مجبره تتكلم معاه بطريقه طبيعيه علشان اهلها لما ما يحسوش بحاجة غريبة ولما بيكونوا ماشيين مع بعض بتسيبه وبتروح تقف مع ديتا وفي الوقت ده بتبوسه وبتمثل انها بتحبه وعملها بتحضن فيه ومنجد بيكون شايفهم وبكده الخطة اللي عملتها بتنجح وديتا بيقول له انها كدابة وبتضحك عليك لكن ما بيصدقش كلامه ولما بيجي الليل بتروح لقطه وبتحاول تصحيه من النوم وبتعرفه انها هتهرب علشان تتجوز حبيبها انشومان فبيقرر يهرب معاها لانه لو فضل في البيت ممكن يموتوه لكن بيكتشف ان حبيبها ما يعرفش انها هتهرب علشانه فبي بتسألها انت ليه مجنونه وعايزه تضيعي نفسك فبتقول انا حره في حياتي وبحب جو المغامره ومش عايزه حد يتحكم في مستقبلي واول ما هتتجوز انشومان هترجع لاهلها وهتطلب منهم السماح وبتساله هو انا كده ماشيه صح فبيقول لها للاسف أنتي غلط بس في الحب كل شيء مباح واكيد اهلك هيقدروا موقفك في يوم وقتها بيجروا وبيسيبوا البيت ويمشوا ولما بيطلع الصبح بيوصلوا للمكان اللي فيه انشومان وهو للاسف بيودعها وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها وشكله حبها لكن ما بيعترفش ليها وساعتها بيمشي وبيكون متضايق علشان فرط فيها بكل سهوله وبعدها بيرجع لحياته الطبيعيه وعايز يحل كل مشاكل شركته وبيقعد مع امه وبينهي كل الخلافات اللي بينهم وبيطلب منها تفضل معاه ومع مرور ايام بيبدا يشتغل وبيحب الحياه من اول وجديد وعمال بيفتكر في غيت وبيتخيل انها معاه وعمالين بيرقصوا وبيغنوا مع بعض وهي اللي مدياله القوه علشان ينجح في كل حاجه بيعملها وبعد مرور تسع شهور بيعمل مؤتمر وبيعلن عن صدور بطاقه اتصال وبيسميها غيت وساعتها اهلها بيشوفوه قدامهم في التلفزيون فبيروحوا المقر شركته وعمالين بيتخانقوا مع ايديتا وبيسالوا عن غيت وبيفضلوا يترجوا يرجع لهم بنتهم بعد ما خلاها تهرب معاه وبيتفاجئ انهم ما يعرفوش عنها حاجه هم شهور فبيحاول يطمنهم وبيوعدهم خلال عشر ايام هيشوفوها تاني فبيقرر يروح للمكان اللي عايش فيه انشومان ولما بيشوفوا بيسالوا عن مكان غيتو عايز يرجعها لاهلها لكن بيقول له معرفش عنها حاجه وانها بنت مجنونه وكانت فرضه نفسها عليا ومستحيل يتجوزها فايديتا بيزعق له بيقول له انها ما رجعتش البيت من تسع شهور ومحدش عارف هي فين وبيكون متضايق جدا وساعتها بنعرف انها راحت له وهو رفض يتجوزها وعاملها بطريقه وحشه جدا وبعدها سابها ومشي وفضلت تطارده في كل مكان لحد ما قالها تخرج من حياته واجبرها تبعد عنه، وبعدها بتقعد لوحدها وفي واحده بتشوفها وبتحاول تساعدها، وبتشغلها معلمه في مدرسه علشان تعتمد على نفسها، وبنلاقيها دايما سرحانه وحياتها اتغيرت بشكل كبير، ويديتا بيشوفها في الشارع وبيكون ماشي وراها وعايز يقرب منها من تاني، لحد ما بيروح لها البيت وبيبدا يتكلم معاها، وبيلاقي الحزن باين عليها ورافضه ترجع لاهلها بعد كل حاجه عملتها فيهم، وبتقول له انت ساعدتني كتير ولازم تسيبني لوحدي، فبيقول لها بالعكس انت اللي ساعدتيني وخليتيني انسان ناجح وارجع احب الحياه من تاني وصلحت علاقتي مع امي ومستحيل اسيبك لوحدك او اتخلى عنك وفعلا بتقتنع بكلامه وبتوافق انها ترجع لاهلها وبعدها بياخدها للفندق وبيشوفها لسه زعلانه وبتلوم نفسها علشان انسانه ساذجه وبسيطه وده اللي خلى انشومان يسيبها ويتخلى عنها فبيقول لها خرجيه من حياتك لانه مش بيفكر فيكي وبيخليها تكلمه في التليفون وتشتمه وتطلع الطاقه السلبيه اللي جواها فيه علشان تستريح وتاني يوم انشومان بيروح لهم وبيطلب من غيت يتكلم معاها وبيفضل يتاسف علشان سابها وتخلى عنها وانه ما كانش مستعد للجواز ودلوقتي موافق يروح لاهلها ويطلب ايديها ووقتها بتتكلم مع ايديتها وبتاخد رايه لانها محتاره فبيقول لها ترجع له وتمشي ورا قلبها لانها لسه بتحبه وبيبان عليه الزعل لانه بيفرط فيها وبيضيعها من ايديه وبنشوفه واقف لوحده ومتضايق ومش عارف يتصرف ازاي وتاني يوم بياخدهم لبيت وعايز يعرف انشومان على اهلها علشان يتجوزوا لكن بيرحبوا بيهم وبيتعاملوا مع غيتو على انهم في الاساس متجوزين وده بيخليهم مصدومين جدا ومش عارفين يعملوا ايه وساعتها بيتفقوا لازم يعرفوهم الحقيقه ويصلحوا سوء التفاهم واهلها بيقولوا لايديتا يعملوا فرح من اول وجديد علشان شكلهم قدام الناس وما بيكونش عنده اعتراض وايديتا بيتكلم مع انشومان وبيحاول يهديه وبيعرفوا ان غيت هتكلم اهلها وهتفهمهم كل حاجه وفي نفس الوقت غيت بتحاول توضح لامها الحقيقه لكن بتخاف وبترجع في كلامها لان قلبها رفض تتجوز انشومان وبعدها بتقابل ايديتا وبتقول له انها ما قدرتش تقول لامها الحقيقه هي زعلانة جدا فبيحاول يضحك وبيهزر معاها واخد الدنيا ببساطه ولما بيطلع الصبح بيقول لها انا مسافر وهرجع لحياتي الطبيعيه وبيحاول يودعها وبيتمنى يشوفها دايما سعيده وبعدها بتقابل انشومان وبيقول لها لازم اهلك يعرفوا ان انا العريس مش ايديتا وللاسف ما بتكونش مركزه معاه وعماله تفكر في كل ذكرياتها مع ايديتا وانها لو سابته مش هتعرف تعوضه تاني وده بيخليها تسيب المكان وبتطلع تجري وعماله بتدور عليه لحد ما بتوصله له وبتساله انشومان واقف وراها فبيقول لها اه بطنه بنلاقيها عماله بتعيط وبتقول له انا بحبك ومستحيل اخليك تبعد عني وديتا ما بيكونش مصدق انها رجعت علشانه وانشومان بيكون شايفهم وبيكتشف انهم بيحبوا بعض وساعتها بيعملوا الفرح وامه بتوصل للمكان وبيعرفها على غيت وبعد سنين بيخلفوا وبيعيشوا حياه سعيده وجدهم بيحكي قصه حبهم للاطفال الصغيرين ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم في حدوته وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد